بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم إن اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهي فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجد من نفسه يحصل مع الذوق. فلا بد أولا من أمرين وآخرا من أمرين. فلا بد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة الله، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا يشتهى. ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقيب ذلك اللذة عقيبة. أحسن الله إليك. حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. رواه مسلم وغيره. فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم من النظر إليه، لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يرد على المرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان مجرد العلم والتصديق الذي في القلب، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفت دل على انتفاء العلم. يقول: هذا ليس بالصحيح، ليس الإيمان هو مجرد العلم، فلا بد من العلم من المحبة، لا بد من المحبة، والمحبة إذا وجدت المحبة صار عند الإنسان إرادة لفعل المأمور به، وإذا كان عنده إرادة وقدرة فلا بد أن يحصل المراد. الإرادة ناشئة عن المحبة، فالمؤمن لا بد يكون عنده محبة لله ورسوله. من لم يحب الله ورسوله ليس بالمؤمن. لا يكفي مجرد العلم الذي في القلب، علم إيمان في القلب تصديق وإقرار، لا بد معه محبة. والمحبة إذا وجدت المحبة لا بد أن يكون عند الإنسان إرادة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإذا وجدت الإرادة ووجدت القدرة على الفعل لا بد أن يحصل المراد. إذا كان الإنسان عنده محبة لله ورسوله لا بد أن يصلي، إذا أمر الله أن يصلي وهو مؤمن لا بد أن يكون عنده محبة لله ورسوله، ومن يحب الله ورسوله لا بد أن يصلي. فإذا كان محب الله ورسوله فلا بد أن يريد الصلاة، والصلاة لا بد فيها من القدرة. فإذا كان سليم البدن وسليم الأعضاء والحواس وعنده إرادة لا بد أن توجد الصلاة. فإذا لم توجد دل على أحد أمرين: إما عدم القدرة أو ضعف الإرادة. والمؤلف رحمه الله يقول إن قولهم إن الإيمان مجرد العلم بدون الإرادة شبيه بقول الفلاسفة إن مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه، وشبيه بقول الفلاسفة إن سعادة النفس مجرد في مجرد علم الحقائق
ولم يقرنوا ذلك بحب الله ورسوله. وهو الشبيه بمن يقول كمال الجسم أو النفس في الحب أو النفس في الحب من غير أن تقترن بذلك حركة. وشبيه بمن يقول اللذة هي مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط. اللذة لا بد فيها من شيئين: إدراك الملائم والملائمة، واللذة لا بد أن يكون فيها ملائمة بين المدرك والمدرك، وحينئذ توجد اللذة. ثم بين هنا قال: وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء إن اللذة إدراك الملائم. قل هذا تقصير منهم، بل اللذة ليست إدراك الملائم، بل هي شيء يعقب إدراك الملائم. فإذا أدرك الإنسان ما يلائمه حصلت اللذة. إذن اللذة ليست إدراك الملائم، إذا أدرك الإنسان محبوبه وحصل على محبوبه حصلت اللذة بعد ذلك. فاللذة مثلا إذا كان الإنسان عنده محبة للأكل والشرب، هل اللذة نفس الأكل أو بعد الأكل؟ بعد الأكل تحصل اللذة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: اللذة حال يعقب إدراك الملائم. كالإنسان مثاله ذلك، ومثل ذلك مثل الإنسان الذي يحب الحلو ويشتهي، متى يدرك اللذة؟ فيدركه بالذوق والأكل. فليست اللذة مجرد الذوق، مجرد الذوق هو اللذة، لا، اللذة تحصل بعد الذوق، فهو أمر يجده الإنسان مع الذوق. فلا بد، يقول المؤلف، من أمرين، لا بد أولا من أمرين وآخرا من أمرين. الأول الشعور بالمحبوب، الشعور بالمحبوب والمحبة له. فالذي لا شعور به لا يتصور المشتهى شيء، لا تشعر ولا ما تشعر بأن هذا أكل، ما يمكن أن تشتهي شيء وأنت لا تتصوره. لا بد تصور هذا الشيء الذي تشتهي، صور أن هذا تمر نوعه كذا، نوعه سكري. لكن لو تأتي بإنسان ما يعرف التمر، هل يمكن أن يكون عنده محبة للتمر وما يعرفه؟ لا، لا بد أن يعلم ثم يتصور. يتصور الإنسان هذا الشيء، ثم إذا تصوره أحبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا بد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة الله، فما لا شعور به لا يتصور المشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة الله لا يشتهى. إذا لا بد من أمرين: شعور بالشيء، تصور للشيء، ثم محبة الله. فإذا شعرت بالشيء ثم أحببته ثم حصل لك، حصلت اللذة بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولا لكائي في شرح الاعتقاد السنة كما ذكر المحقق ابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد وغيرهم. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللذة متى تكون؟ بعد النظر. المسلم يحب ربه، فإذا نظر إلى وجه الكريم يوم القيامة لا يمكن أحد أن يرى الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤية قال: لن تراني ولا يستطيع أحد أن يرى الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: حجابه النور، يعني الرب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما تأتي بصر من خلقه. لو كشف الحجاب لاحترقت المخلوقات، لكن في يوم القيامة ينشئ الله بهم تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله. أما في الدنيا ما يستطيع يثبت. ولهذا لما تجلى الله للجبل وهو صم، أصم، حجارة صمة، تدكدك وانسخ ولم يثبت لرؤية الله. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق من غشية موسى قال: سبحانك
تبت إليك سبحانك، على أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبر يتدكتك، لكن في يوم القيامة وينشر الله المؤمن. ولأن النظر إلى وجه الله نعيم، والنعيم مدخل لأهل الجنة مو لأهل الدنيا. النظر إلى وجه الله أعظم نعيم من أعطاه الجنة هو النظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. اللذة متى تكون؟ بعد النظر، بعد النظر. وسؤال الله النظر ناشئ عن المحبة، عن محبة الله. فإذا أمر هنا أمران: الأمر الأول محبة الله، والأمر الثاني النظر إلى وجهه الكريم، ثم بعد ذلك تحصل اللذة والفرح والسرور. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقول: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويوجدنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. رواه مسلم وغيره. الحديث نعم رواه مسلم وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد وغيرهم. والشاهد من الحديث قول الرب عز وجل: فما أعطاهم شيئا، قوله في الحديث: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. إذن اللذة التي حصلت لهم بعد النظر، والنظر وسؤال النظر ناشئ عن المحبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة. لا أن نفس النظر هو اللذة، نفس النظر ليس هو اللذة. متى تكون اللذة؟ بعد النظر. إذن لا بد من أمرين: المحبة والنظر، ثم تحصل اللذة. والقصد من هذا رد المؤلف، أي يريد المؤلف أن يرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق في القلب. يقول لا، الإيمان هو مجرد التصديق، لأن الإيمان التصديق فقط ما يدعو إلى العمل. ولهذا إبليس مصدق وفرعون مصدق واليهود مصدق، ولكن ما يعملون بل يعادون، بل هم أعداء الله ورسله، بل هم مبغضون لله. فلا يكفي العلم التصديق بالقلب، لا بد من المحبة، محبة الله ورسوله. والمحبة تدعو إلى العمل والامتثال. ما يمكن شخص يحب الله ورسوله ولا يعمل. هل يمكن شخص يحب الله ورسوله ولا يصلي؟ يقول: أنا أحب الله ورسوله كما يقول المرجع، لكن يقول: لا أصلي. ولو أتي بالسيف على رقبته وقيل له: صلي وإلا أقتلاك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي. هل هذا محب الله ولا رسوله؟ أين المحبة لله ورسوله؟ المحبة لابد في المحب صحيح حقيقة هو الذي يريد إيش؟ يريد طاعة المحبوب. أمره محبوبه بأي شيء؟ أمر بالصلاة، لابد أن يصلي. متى توجد الصلاة؟ توجد إذا كان في قلبه محبة وإرادة وهو قادر. فإن كان عاجز يصلي على حسب حاله، كما في حديث عمران بن الحصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقي ورجله إلى القبلة. فدل هذا على أن تعريف المرجئة للإيمان بأنه التصديق المجرد هذا باطل. لا بد من محبة لله ورسوله. من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. كل شخص مؤمن عنده أصل محبة، حتى العاصي حتى الزاني والسارق وشارب الخمر عندهم أصل محبة أو ما عندهم، عندهم أصل محبة، ولذلك يتقوا الشرك. لكن المحبة ناقصة. كمال المحبة تكون عند المؤمن المتقي الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. نعم. وفي الجملة: فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب،
إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذا هو ولا شيء أحب ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله تعالى خليلا. وقد قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس، وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوى بالعمل والعمل يقوى بالعلم. نعم، هذا هو الخلاصة في الردين. قال المؤلف في الجملة يعني خلاص ما سبق: فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، لا بد من هذين الأمرين، وإلا فلا يمكن يوجد الإيمان. لا بد من تصديق، لا بد في الإيمان من هذين الأمرين: تصديق بالله ورسوله وإقرار، والثاني حب الله ورسوله. لماذا؟ لأن الحب هو الذي يدفع إلى العمل. إن المحب لما يحب مطيعه، إن المحب لما يحب. أتعادي أعداء الحبيب وتزعم حبه؟ ماذا كفي إمكان؟ إن المحب لما يحب مطيعه. إذا لا بد من تصديق ومحبة. المحبة هي التي تدفع الإنسان على الامتثال، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لولا محبة الله ورسوله ما صلى الإنسان ولا صام ولا أدى الواجبات ولا ترك المحرمات. المحبة ينشا عنها الإرادة، إرادة الامتثال. ولهذا قال المؤلف رحمه: وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعادة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق مسلم، بل هو كفر. مجرد التصديق مع البغض لله ورسوله هذا كفر، ما هو إيمان. تصديق مع بغض الله ورسوله ومعادة الله ورسوله هذا إيش؟ كفر. الإيمان تصديق مع محبة الله ورسوله، الإيمان تصديق مع محبة الله ورسوله، والكفر تصديق مع بغض الله ورسوله ومعادة الله ورسوله. مثل من التصديق مع بغض الله ورسوله؟ مثل إيمان إبليس، ومثل إيمان فرعون، ومثل إيمان اليهود، ومثل إيمان أبي طالب. كل هؤلاء عندهم تصديق لكن مع بغض الله ورسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب. لا، يعني كل إنسان في قلبه العلم والتصديق هل يلزم منه الإيمان؟ هل يلزم منه الحب؟ ما يلزم منه الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر. لكن إبليس وفرعون، هل القلب في كل منهما سليم؟ ليس سليما من الحسد والكبر، بل عندهم الكبر الذي يمنعهم من المحبة. إبليس معه كبر وحسد، وفرعون معه كبر. يقول المؤلف: لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها. النفوس فطرها الله على حب الحق الذي يلائمها. ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. القلب السليم لا شيء أحب إليه من الله. كل نفس مفطورة على حب الحق هو الذي يلائمها. ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذ الله خليلا، في قول وقد قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم، السليم من المعارض، من الحسد والكبر، والسليم من الشبهات والشهوات. ولهذا قال المؤلف رحمه: فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إلا أن يكون في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس. هل كل شيء تعلمه تحبه؟ لا.
تعلم الآن الشياطين وتعلم الشياطين وتعلم الملائكة، لكن المؤمن يحب الملائكة ويبغض الشياطين، فليس كل شيء يعلمه الإنسان يحبه، يعلم الإنسان الكفرة ويبغضها، فليس مجرد العلم ما يوجب حب المعلوم، إلا إذا كان في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم. فإذا الإيمان المؤمن فيه قوة تلائم الملائكة فيحب الملائكة، فيه قوة تلائم المؤمنين فيحب المؤمنين، فلا بد من أمرين: علم وعمل، علم وعمل، وكل من قوتين تقوى بالأخرى. العلم هو التصديق، ولا بد من العمل الناشئ عن المحبة، والعمل يقوي العلم والعلم يقوي العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوى يقوي العمل والعمل يقوي العلم. نعم. فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته. فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض. فمن عاد الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. فما من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام. فمن شرط الإيمان وجود العلم التام. قال: وهو تحريف يتناقض مع ما بعده من كلام المؤلف. نعم. كما يقول. في زيادة على قول فما. فما من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام. وش بعده؟ ولهذا كان الصواب. لا هذا خط. فمن شرط الإيمان ما يتناقض. هذا ما تستقيم العبارة فمن شرط الإيمان وجود العلم التام. فمن شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام، ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء يتفاضلون في العلم به. ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. بل العلماء بالله. والمؤلف رحمه الله يبين أنه لا بد من المعرفة التي في القلب أن يكون القلب سليما حتى توجد محبة الله ورسوله، وكلما قويت المعرفة والعلم ازداد المحبة لله ورسوله، وإذا ضعف العلم والتصديق الذي في القلب نقصت المحبة، وإذا زادت المحبة زاد ذكر الإنسان لربه، يذكر كثيرا، يذكر الله، زاد ذكره له، زادت معرفته بأسمائه وصفاته. وإذا ضعف العلم ضعفت المعرفة، وإذا ضعفت المعرفة ضعف ذكره لله. ولهذا قال رحمه الله: فمن عرف الله وقلبه سليم حبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له. الإنسان يلهج بذكر محبوبه
ازداد ذكر الله ومعرفته بأسمائه وصفاته، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب. إذا أحب الإنسان شيء يكثر من ذكره، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض. إذا بغض الإنسان شيئا يوجب إعراض عنه فيذكر ويتناسى لبغضه له. فمن عاد الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير. فالمبغض يعرض عن ذكر الله ويعرض عن ذكر ما يوجب المحبة، فحينئذ يضعف العلم، يضعف العلم به حتى قد ينساه، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا ذكره لضعف إيمانهم وتصديقهم. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد يحصل، يقول المؤلف، وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكنه تصديق ضعيف وعلم ضعيف. فالإنسان المعادي لله ورسوله قد يكون عنده علم وتصديق لكنه ضعيف، ولا يكون قويا إلا إذا كان محبا لله ورسوله. ولهذا قال: ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. فالإنسان الذي عنده في قلبه بغض الله ورسوله فعنده علم تصديق ضعيف. ما الذي أضعفه؟ هذا البغض. ولولا البغض لأوجب هذا العلم والتصديق المحبة لله ورسوله، لكن حل في القلب البغض والمعاداة. ولهذا بين المؤلف رحمه من شرط الإيمان وجود العلم التام، يعني من شرط الإيمان وجود العلم التام في القلب. إذا وجد العلم التام في القلب لا بد أن توجد المحبة، وإذا وجدت المحبة فلا بد أن يريد ما يريده الله ورسوله، لا بد أن يكون مطيعا لله ورسوله. وإذا كان العلم ليس تاما في القلب فإنها تضعف المحبة أو تعدم. إذن إذا الإيمان والتصديق والعلم الذي في القلب إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، فإن كان تاما أوجب المحبة، وإذا وجدت المحبة أكثر من ذكر المحبوب وأطاعه، وإذا نقص العلم وضعف ضعفت المحبة أو ذهبت وحل محلها البغض والمعاداة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهل على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. يعني إذا جهل الإنسان شيئا من أسماء الله وصفاته لا يكون كافرا، يكون معذور إذا كان مقرا بما يعلمه، يعلم شيئا من أسماء الله فيقر به، وجهل شيئا من أسماء الله فلا يكون كافرا إذا كان مقرا بما جاء بالرسول ولم يبلغه ما جهله ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته. وهذا الحديث حديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه رواه جمع رواه الشيخان وأهل السنن، رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة. وهذا قصة هذا الرجل الذي أمر أهله بتحريقه ثم تريته رجل من بني، خلاص القصة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل ممن كان قبلنا كان مسرفا على نفسه، جاء في بعض الروايات أنه كان نباشا للقبور، فلما حضرت الوفاة جمع أهله وبنيه فقال: أي أب لكم؟ قالوا: أثنوا عليه. فقال عن نفسه: إنه لم يبتئر خيرا، لم يعمل خيرا، وقال: والله لئن قدر الله عليه وبعثني ليعذبني عذابا شديدا. ثم أخذ على أهله وأولاده العهود والمواثيق أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه يطحنوه ثم يذروه في البر، وفي لفظ ثم يذروه نصفه في البر ونصفه في البحر حتى يفوت على الله بزعمه لا يبعث. قال: فالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا. ففي الحديث أن الله تعالى أنه فعل به أهل ذلك، فلما مات أحرقوه ثم طحنوه ثم ذروا نصفه البر ونصفه البحر، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، فقال الله: قم، فإذا هو إنسان قائم. فقال الله: ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: يا ربي خشيتك،
فما تلافاه أن غفر الله له. قال العلماء هذا الشخص الذي ظاهره أنه منكر للبعث وأنه منكر لقدرة الله، لكن في الواقع ما أنكر البعث ولا أنكر قدرة الله، هو يعتقد أنه لو لم يحرق بعثه الله وأنه قادر على البعث، ولكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة بحيث يظن أنه إذا فعل به ذلك يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة. أنكر كمال تفاصيل القدرة. ثم أيضا الذي حمله على ذلك ليس هو العناد ولا التكذيب، ولكن حمله على ذلك أمران: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني الخوف العظيم. فاجتمع أمران: جهل وخوف، فغفر الله له. لكن لو كان عن علم وتكذيب لكان كافرا. هذا هو صح ما قيل في هذا الرجل، وفي أقوال أخرى لكن صح ما قيل هو هذا في توجيهه. هذا الرجل عذره الله لأن هذا مبلغ علمه، ما تعمد تكذيب، يظن أنه إذا فعل به ذلك وأحرق وسحق يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة. فهذا جهل، جهل شيئا، هذا مستغرب له. ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مكرا بما جاء بالرسول ولا يبلغه ما يوجب العلم بما جهل على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم. لكن لو كان مكذبا أو متعمدا أو عالما لكان كافرا، لكن اللي حمل على ذلك الجهل مع الخوف العظيم. نعم، بل العلماء بالله، نعم، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية رحمه الله: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقيل للشعبي رحمه الله: أيها العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله. وقال: قد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، كذا. الأول عالم بالله وبأمر الله بالأمرين، والثاني عالم بواحد، والثالث عالم بالثاني، هكذا ثلاث أقسام. عالم بالله وعالم بالله وبأمر الله، هذا الأول. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، ثلاث أقسام. واحد عالم بالاثنين، والثاني عالم بالأول وليس عالما بالثاني، والثاني عالم بالثاني وليس عالما بالأول. نعم. قال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، هذا الأول. العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، هذا الأول. عالم بالاثنين، في الله وبأمر الله، عالم بالله وبأمر الله دينه وشرعه، نعم. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، هذا الثاني. عالم بالله ليس عالما بالشريعة، نعم. وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، هذا الثالث، يعني عالم بالله. نعم. فالعالم بالله الذي يخشاه والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه، لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، إذ لو قوي لدفع المعارض. وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم. هذا العقل عندك؟ نعم.
وذكر المحشي يقول لعل الصواب العلم كما يدل عليه سياق الكلام. نعم كما قال ده قرب أنه هكذا لفظ العلم وهكذا لفظ العلم مو بالعقل. وهكذا لفظ العلم يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العمل بموجب يعني الثمرة، فتح الجيم تكون الثمرة، العمل بثمرة، العمل ثمرة العلم. نعم. وهكذا لفظ العلم يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والجهل هنا هو الكلام الباطل. هنا فيها عبارة ما سقطت عندك قبل الحديث، وكذلك لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب ذلك العلم. هذه ساقطة ولا تأتي ولا تقدم تأخير؟ قالوا الجهل بعدها والجهل هنا. لا ستأتي هذه بعد الحديث. والجهل هنا هو الكلام الباطل، وكذلك لفظ الجهل. نعم. يعبر به ساقطة يظهر ساقطة. قال: وهكذا لفظ العلم يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم. وكذلك لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب، ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن العلماء يتفاضلون في العلم، ليسوا على مرتبة واحدة. والعلماء ورثوا الأنبياء ويتفاضلون في العلم، وأعلم الناس بالله عز وجل هم الرسل، هم أعلم الناس، هم في مقدمة العلماء. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله الخشية التامة العلماء. ولكن كل مؤمن له أصل الخشية، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن الخشية التامة تكون للعلماء. والعلماء يتفضلون في العلم، وأشد الناس خشية أقواهم وأعظمهم علما وهم الأنبياء والرسل، هم أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله، وأعلم الأنبياء الرسل، وأعلم الرسل أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأعظمهم خشية الخليلان، أعظمهم خشية وعلما، أكثرهم علما وخشية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأعظم الخليلين علما وخشية هو نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: إن أخشاكم الله وأتقاكم لأنا، من كان بالله يعرف كان منه أخوة. فالعلماء يتفاضلون في العلم، والرسل هم في مقدمة العلماء، يتفاضلون، ليس على مرتبة واحدة. يقول المؤلف رحمه: ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. فالذي ما يعمل يسمى جاهل حتى ولو كان عنده علم، لأن هذا العلم نقص وضعف حتى حمله على المعصية. استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. حتى ولو كان عنده العاصي عنده شيء من العلم، لأن هذا العلم ضعيف ليس له ثمرة، فلهذا عصى الله. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، يعني قلوا: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب. المراد بالقرب هنا قبل الموت، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، الدنيا كلها قريب. ومنه قول مسعود: كفى بخشية الله علما
وكفى بالاغترار به جهلا. فالذي يخشى الله ويستقيه هذا هو العالم، والذي يغتر بالله ويعصيه هذا هو الجاهل. وقيل للشعب أيها العالم، فقال العالم من يخشى الله، هذا من تواضع أيها العالم، قال العالم من يخشى الله، يعني وهو متواضع بإزراء بنفسه، تقول لا تقل لهذا، إنما هذا الذي ينطبق عليه الوصف من يخشى الله. وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أبو حيان التيمي العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، العالم بالله هو الذي يخشى الله، عالم بأمر الله بحدوده وفرائضه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا عالم بالله وبأمر الله، عالم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، عالم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، أثبت الأسماء وصفات الله، أثبت عالم بالله وأن الله فوق العرش، وأنه هو المدبر الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه الرب غيره المربوب، وأنه الخالق غيره المخلوق، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره المدبر، وعالم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا عالم بالله، وعالم بأمر الله بحدوده وفرائضه والواجبات والنهيات، فيفعل الأوامر ويجتنب النواهي. والثاني عالم بالله ليس عالم بأمر الله، يعني عالم بأمر الله وبأسمائه وصفاته لكن ليس عالم بحدوده وفرائضه. والثالث عالم بأمر الله ليس عالم بالله، يعني عالم بالحدود والفرائض لكن ليس عالم بالله وأسمائه وصفاته. قال فالعالم بالله الذي يخشى الله، العالم بالله وأسمائه وصفاته هو الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه. وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم، وهو حق، كل من خشي الله فهو عالم. قوة العلم الذي في قلبه أورثته الخشية، ولا يدل على أن كل عالم يخشى الله، لا يدل، قد يكون عالم لكن ما عنده خشية، يعني كما وجد العلم عند إبليس وفرعون وليس عنده خشية، لكن لما كان العلم يعني بالله موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليل على ضعف الأصل، يعني العلم يوجب الخشية. متى يوجب الخشية؟ إذا لم يوجد معارض من الحسد والكبر، فإن وجد معارض من الحسد والكبر صار العلم ما يقتضي الخشية. العلم كان العلم موجبا للخشية عند عدم المعارض من الحسد والكبر، كان عدمه عدم العلم الموجب الخشية دليلا على ضعف الأصل وهو العلم. فلما كان العلم بالله موجبا للخشية عند عدم المعارض يعني من الحسد والكبر، كان عدم العلم دليلا على ضعف الأصل وهو العلم، إذ لو قوي يعني العلم لدفع المعارض للخشية من الحسد والكبر، لو قوي العلم لدفع المعارض الذي يعارض الخشية ما هو؟ الحسد والكبر. فلو قوي العلم دفع المعارض وهو الحسد والكبر، وإذا ضعف العلم ما استطاع أن يدفع المعارض. يقول وهكذا لفظ العلم يراد به الغريزة التي بها يعلم مبني المجهول، الغريزة، العلم غريزة في الإنسان يعلم بها الأشياء، ويراد بالعلم أنواع من العلم، ويراد بالعلم العمل بموجب ذلك العلم. إذن العلم يراد به الغريزة، ويراد به أنواع من العلوم، ويراد به العمل الذي هو ثمرة العلم. وكذلك لفظ الجهل يراد به يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب ذلك العلم. فالذي لا يعلم جاهل، والذي لا يعمل جاهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ ساب شاتم أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ويقول المؤلف هنا: والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب. الجهل المركب هو الجاهل الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا لعمرو بن كلثوم، بيت عمرو بن كلثوم الجاهلي، يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هنا سميت الجاهلية جاهلية التي قبل الإسلام، سميت جاهلة لماذا؟ لأن لعدم العلم أو لعدم العمل، ما في علم ولا عمل. نعم، ومن هنا سميت. ومنه قول النبي ومن هنا سميت الجاهلية. نعم. ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما ساب الرجل وعيره بأمه.
إذ قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فإن الغضب والحمية يحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم، حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه، لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال. وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم. غلب موجب ذلك لموجب العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه، ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده. لا توجد. يصح لا يوجد. لا يوجد عنه. عنه وحده، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها. فإذا حصل لها مرض ففسدت به، أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. قلت هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. رواه البيهقي مرسلا. وقد قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له. وهذا أصل القول، وهذا أصل العمل. ثم أحسن. فهذا فهذا نعم أحسن الله. فهذا أصل القول وهذا أصل العمل. نعم. المؤلف رحمه الله يبدأ ويعيد في بيان أنه لا بد من هذين الأمرين، التصديق والمحبة، وأن التصديق والعلم إذا كان قويا فإنه يورث المحبة، وإذا كان ضعيفا فإنه يورث الجهل. ولهذا قال المؤلف: ومن هنا سميت الجاهلية جاهلية، لأنها تتضمن عدم العلم أو عدم العمل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما ساب رجلا وعيره بأمة، وهو بلال سابه وقال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته لأبي ذر، عيرته بأمة، إنك امرؤ فيك في جاهلية. فقال: يا رسول الله، على كبري؟ قال: نعم. فهذا أبو ذر من خيار المؤمن، لكن في خصلة من خصال الجاهلية، وهي كون عيره بأمة، فاقتضى ذلك أن صار عنده نوع من الجهل، وفقد لشيء من العلم، فلهذا عيره بأمة. يقول الله سبحانه: ومنه قول الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني وهي الانتصار الانتصار للإنسان ولو على الباطل. يقول: فإن الغضب والحمية تحمل المرأة على فعل ما يضره وترك ما ينفعه. هذا واقع. بعض الناس يكون غضب وحمية وعصبية لقومه أو لطائفة أو لجماعة، يحمل على فعل ما يضره وترك ما ينفعه. هو يعلم أنه على الباطل، لكن ما الذي حمل على الباطل؟ الغضب والحمية لقبيلته أو لعنصره أو الطائفة التي ينتمي إليها، حملته على الانتصار لهم ولو على الباطل. يقول المؤلف: هذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم. الجهل كيف يعمل بخلاف العلم ينتصر لهم ويعلم أنهم على الباطل؟ جهل. هذا من الجهل الذي هو عدم. لو كان يعلم علما صحيحا لما انتصر لهم وهم على الباطل. حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره، وهذا واقع. مثال ذلك شارب الدخان. الآن شارب الدخان ألا يعلم أنه مضر؟ ومع ذلك يقدر ويعلم أنه يضر.
الذي حمله ذلك على الجهل. لو كان عنده علم تام لحمله ذلك على ترك ما يضره، لكن لما أقدم على ما يضره دل على نقص هذا العلم، نقص هذا العلم حتى جعله يقدم على فعل ما يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال، مثل الذي ينتمي إلى بعض الأحزاب وبعض كذا تجده ينتصر لهم ولو كانوا على الباطل، لأن في قلبه بغض ومعاداة للأحزاب الأخرى، فهو ينتصر لحزبه أو لقبيلته وهو يعلم أنهم على الباطل لما في قلبه من البغض والمعاداة للأحزاب الأخرى المقابلة، ويقدم على شيء يعلم أنه باطل. وهو في هذه الحال ليس عديم الفعل والقصد بكلية، لكن لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، فالحسد والبغض صار أقوى فغلبه على موجب العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه مطلقا، فضعف العلم الذي عنده، ولهذا أقدم على ما يضره. يقول ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده، بل عنه وعما في نفسه من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها، فإذا حصل لها مرض ففسدت به حبت ما يضرها. يعني ضعف العلم مع ما في نفسه من حب الشيء الذي ينفعها وبغض الشيء الذي يضرها، لكن إذا حصل لها مرض فسدت النفس فصارت تحب ما يضرها وتبغض ما ينفعها، انعكس فسد المزاج. ولهذا قال فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره بشهوة نفسه له ما علمه أنه يضره. وهذا يقول مالك وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وهذا رواه البيهقي مرسلا، وذكر محققا أنه أخرجه العراقي والمغني السبيدي في الإتحاف وغيرهم. وقد قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. وللأيدي والأبصار، وللأيدي هذا القوة في العمل، والأبصار هذا القوة في العلم، صفهم بأمرين قوة في العلم وبصيرة، قوة في العمل وبصيرة في العلم. وأصل القوة قوة القلب، فإذا قوي القلب وقوي العلم صارت هذه القوة توجب محبة الخير وبغض الشر. ولهذا قال فإن المؤمن قوته في نفسه قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق بالعكس قوته في جسمه وضعفه في قلبه. يقول مالف الإيمان لا بد فيه من أصلين، التصديق بالحق والمحبة للحق، لا بد من أمرين، تصديق ومحبة، تصديق بالحق ومحبة له. فالتصديق أصل القول والمحبة أصل العمل، التصديق أصل القول والمحبة أصل العمل، ما يوجد الإيمان إلا بهذه الأمرين تصديق ومحبة. يعني قول القلب وهو الإقرار، وهو الإقرار والمحبة التي تدعو إلى العمل. وكل الكفار وإن كان عندهم التصديق لكن سيكون عندهم محبة، فقدت المحبة من اليهود ومن النصارى ومن إبليس ومن فرعون ومن أبي طالب، كلهم عندهم العلم والتصديق لكن ما عندهم المحبة. نعم. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم، فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يسمى إيمانا فقد غلط، بل لا بد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى في الحب في المحب. بين العالم والمعلوم. بين العالم. نعم. لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله، ومعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله. ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم، فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد،
وأن يحب لأجله رسوله صلى الله عليه وسلم، والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. فمن صدق به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن محبا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا، حتى يكون فيه مع ذلك الحب له، الحب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلمة الإيمان بها، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهو كلمة التوحيد. وهي كلمة التوحيد. فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها وروي قويت فروعها، وفروعها أيضا إذا اغتدت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. كلام المؤلف رحمه الله يدور على أن الإيمان لا بد فيه من شيء: العلم والتصديق والمحبة، والمحبة تستجب العمل، لا بد إذا وجدت المحبة لا بد من العمل. وعلى هذا فالإيمان لا بد فيه من أمرين: تصديق، علم وتصديق وإقرار، هذا واحد، والثاني على العمل، والعمل لا شأن المحبة. فالذي يدعي أنه مؤمن ولا يعمل ليس بمؤمن، لأن ليس عنده محبة لله ورسوله. إذا أحب الله ورسوله لا بد أن يعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن. الإيمان لا بد فيه من تصديق وإقرار وحب، وحب لله ورسوله. الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة، كما تقدم. يعني إذا صار عنده محبة لله ورسوله وهو قادر على العمل لا بد يتحرك البدن. أمر الله بالصلاة يقوم توضأ ويصلي، تحرك البدن بالقول، يتكلم بالكلام الطيب، قل آمنت بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والعمل كذلك، العمل الظاهر يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لا بد من هذا. فإذا لم يوجد العمل ولم يوجد حركة في البدن ولا حركة في العمل دل على أن المحبة مفقودة، ما في محبة. وإذا فقدت المحبة فقد الإيمان. هذا معنى قوله: ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة، كما تقدر. فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط. يعني من قال أن مجرد العلم والتصديق يوجب للإنسان أن يعمل بدون محبة جميع ما يدخل في مسمى الإيمان وهي الأقوال والأعمال فقد غلط، بل لا بد من أمرين: لا بد من العلم والحب. والعلم شرط في محبة المحبوب، يعني المحبوب الذي تحبه لا بد أن تعلم، تتصوره وتعلمه. ولهذا فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وسيلة إلى العمل، وسيلة إلى توحيد العبادة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وسيلة لتوحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال: والعلم شرط في محبة المحبوب. المحبة الشيء الذي تحبه وأنت لا تعلم، هل يمكن تحب شيء وأنت لا تعلمه؟ لا يمكن. كما أن الحياة شرط في العلم، يعني الشيء المعلوم لا بد فيه أن يكون الحياة شرط في العلم، يعني العلم شرط في المحبة. لا، الشيء الذي تحبه لا بد أن تعلمه، شرط في محبة الله. محبة الله لا بد فيه من العلم بالله،
كما أن الحياة شرط في العلم، إثبات الحياة شرط في العلم بالله. لكن يقول المؤلف لكن لا يلزم من العمل بالشيء والتصديق بثبوت محبته، ليس كل من علم يحب، فقد يعلم ولا يحب، فلا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوت محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في الحب وحب لأجله، إن لم يكن بين العالم وهو العبد والمعلوم وهو الرب. إذا كان لم يكن بين العبد والرب محبة إن لم يكن بينهما معنى وهي المحبة فإنه لا يوجد العمل. يقول ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها، يعني ما يلزم من العلم المحبة، فقد يعلم الإنسان أشياء ويبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم، ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه وتعالى يستحق لذاته أن يحب ويعبد. الله يستحق العبادة ويحب لذاته، وأن يحب رسوله لأجله، حب لأجل رسوله. والقلوب فيها معنى يقتضي حب الله وطاعته، كما أن فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. فمن صدق بالله وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا. من صدق بالله وبرسوله لكن ليس عنده محبة الله ورسوله فإنه لا يكون مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب لله ورسوله. وإذا قام بالقلب التصديق والمحبة فلا بد أن يوجد العمل، لا بد أن يتحرك البدن، لا بد أن يتكلم، لا بد أن يعمل. ولهذا قال وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله معلوم، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن هو الفرع. القلب هو الأصل، إذا وجد المحبة في القلب، التصديق والمحبة في القلب دفع البدن إلى العمل. فالإيمان الذي في القلب هو الأصل، والعمل الذي في البدن فرع، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقع بفرع، كل منه وقوع الآخر. الفرع الذي هو العمل، أعمال القلوب والجوارح، يستمد من الأصل الذي هو الإيمان الذي في القلب، والأصل الذي هو الإيمان في القلب يثبت ويقوى بالفرع. مثل الشجرة، يقول كالشجرة التي يضرب بها مثل لكلمة الإيمان وهي كلمة التوحيد. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي كلمة التوحيد. والشجرة كلما قوي أصلها وعروقها ورويت قويت فروعها، وفروعها إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. فالشجرة لها عروق ولها فروع، فأصلها وعروقها إذا قويت قوي الفرع وأنتج الثمرة، والفروع إذا أيضا تغذت بالبطر والريح أثر ذلك في الأصل وقواه، فكل منه قوي الآخر. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.